يلا شباب يلا ساعات بيسموا الاتروفيك جلوسايتس اللي هي جليز ذا تانك اللامع جليز جي ال اي زد اي دي جليز تانك يعني اللسان اللامع ضد جليز ذا تانك او يسموه جليز ذا تانك بيلمع اللسان المفروض ما بيلمعش لان عليه بابيليا وقلنا كمان انه بيعمل بور كونسنتريشن وفهمنا ليه وكمان بيعمل disturbance في الابتايت سنتر اول حاجه يعملها بور ابتايت وبعدين بعد كده رايكا اند جيو او جيوفيجيا وقلنا حالات قليله فيها سبلينوميجالي ودي فيها نظريات لكن ما لهاش تفسير واضح وقوي ما تنساش تضيف بيكتشر اوف ذا كوز وعلمتكم ازاي نحط بيكتشر اوف ذا كوز في اي سؤال ريتن وده بيفرق معانا كتير. رحنا بعد كده على الانفستيجيشن بروف ات از انيميا باي كومبليت بلاد كاونت عند كومبليت بلاد كاونت هيلاقي الهيموجلوبين قليل وبعدين عايز اتاكد ان انا مش هيموليتك بس ده مهم جدا لانه اهم حاجه اذا موست سيريوس ان الانيميا تكون هيموليتك فتعملي الريتيكولوسايتس هتطلع ها خليكم معايا انت بقى لك 5 سنين معايا تمام نور ما تطلع نور اتس نوت هيموليتك يلا بروف ان هي ايرن ديفيشنسي انيميا لانها مش هيموليتك تعمل بلاد فيلم هتلاقي ار بي سي 5% وكلكم عارفين انه الـ RBCs the volume of the RBCs ليه متوسط الصغيرة والكبيرة ناخد المتوسط وده يسمى مين متوسط corpuscular volume so V for volume C for RBCs corpuscular so MCV معناها مين corpuscular volume وصغيرة يعني مين corpuscular volume صغير وطبعا الكمبيوتر الكولتر اللي هو بيعد الـ RBCs هو اللي بيعرف يقيس حجمها يعني مش الدكتور اللي بيقيس حجم الـ RBCs والمين كورباسكولار فوليوم هنا اكيد هيطلع قليل صح كمان هي لونها بهتان واللي قلنا كمان كنا بنحسبه بالالر كلر اندكس لكن ممكن نحسبه بطريقه ثانيه ان انا اشوف قد ايه كونسنتريشن اوف هيموجلوبين جوه الـ RBCs ده اسمه المين المتوسط سو ام معناها مين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن اتش سي يعني هيموجلوبين كونسنتريشن والرقم ده اكيد هيبقى قليل لان الهيموجلوبين جوه الار بي سيز اكيد قليل. وبالتالي الرقمين دول لما يقلوا المين كورباسكولار فوليوم او المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن معناها بص مايكروسيتك هايبوكروميك برضه هو نفس المعنى. ولما الكالر اندكس يكون قليل برضه معناها هايبوكروميك. وبالتالي في كذا طريقه اعرف ان الار بي سيز بهتانه. رحنا بعد كده قلنا this is not sure for iron deficiency. ليه؟ يعني في سلسيميا ماينور كده وفي ليد بويزنينج كده وفي سيدروبلاستيك كانت الار بي سي قدامكم بهتانه جدا وبالتالي مش بس المايكروسيتيك هايبوكرونيك تساوي ايرون ديفيشنسي انيميا لا تو كونفيرم اعمل السيرم ايرون هتلاقيه قليل وفيرتين هتلاقيه قليل والاي بي سي او التي اي بي سي توتال ايرون باين كاست هتلاقيها عاليه صح؟ لانه لما الايرون يبقى قليل الايرون باين كاست هتبقى عاليه. This establishes the diagnosis of anemia
and then its iron efficiency. بس انا عايز اعرف الكوز، او ممكن اعمل اندوسكوب او ستول اناليسيس لو فاكرين. وبعد تاني قلنا ان الستول اناليسيس بيعرفني اذا كان عندي بارازايت ولا لا، بلط في الستول ولا لا. والبلط في الستول بينزل في الاطفال مش دايما بيبتك ألسر يعني الحاجات دي. لا، في حاجه اسمها كاو ميلك الرجي عديتوا عليها وانتوا بتذاكروا، اللي هي حساسيه الالبان. الكاو ميلك، ومعقول الحساسيه تعمل ألسرز في الجي ان تي؟ الكاو ميلك الرجي هي فورم اوف الرجي ممكن توصل الى ماسيف فيتال بليدنج، يعني اشرب لبن انزف من الكولون لغايه ما اموت. يعني الكاو ميلك الرجي احيانا بتعمل فران، يعني كميه كبيره بليدنج من الجي ان تي. وبالتالي الستول اناليسيس مهم جدا. مش بس الستول اناليسيس، ممكن اعمل منظار لو طفل عنده جاسترايتس او بيرتيك ألسر. في ناس سالوني قالوا لي الريتيكولوسايتس ليه تزيد؟ انا قلت لك الريتيكولوسايتس هنا بتزيد حاجه جامده ولا حاجه بسيطه؟ بسيطه جدا. از ا ريسبونس فور ايرن ثيرابي، دي علامه كويسه، اتس ا جود ساين فور جود ثيرابي. ورحنا بعد كده قلنا ايه هي الديفرنشال دايجنوزس، وتعلمنا امبارح ازاي نجاوب سؤال الديفرنشال دايجنوزس. دايما لازم نحط الكوزس لوحدها في هامش، وبعدين ابتدي احط هامش للبيكيوريال كلينيكال بيكتشر والبيكيوريال انفستيجيشن. وعايز الناس ترد عليا بسرعه. What is very peculiar clinical? It's mica. What's very peculiar investigation? It's serum iron or serum ferritin. Beta thalassemia minor. What's very diagnostic? Anemia resistant to iron. And what's very diagnostic investigation? Hemoglobin A2. What's very diagnostic in sideroblastic clinical picture? Anemia leukocyte and B6. And what's very characteristic investigation? Sideroblast. What's very characteristic in lead poisoning? Mental impairment to a staining of the gums. And what's very characteristic in investigation? Yes, it was high serum lead level. Excellent. الحاجة المهمة جدا بعد differential diagnosis كانت treatment. وانا اسف جدا، التريتمنت والبريفنشن الاثنين زي بعض، والبريفنشن والكوزز زي بعض. اللي ذاكر الكوزز كويس، الناس اللي جايه متاخر، اللي ما عندوش منبه يقول يشتروا المنبه على حسابه. حصل؟ في ولا؟ صور مع بعض كويس. اعكس الكوزز. فاكرين انيميك ماذر اديها سبلمنتيشن، بنعمل فولتي ويننج، لا نعمل ترو ويننج، ونعمل فورمولا فيها فورتيفيكيشن، ما نديلوش لبن بقري، لا ندي حاجات فيها ايرون زياده. وانا قلت كلمه فورتيفيكيشن يعني زياده. ونعالج المالابزوربشن، ونعالج البارازايتس، وندي سبلمنتيشن في الادوليسنس، نقدر نقلل بسهوله جدا البريفنشن. اند تريتمنت كان اهم حاجه فيه الاورال، كلكم فاكرين، لان الاورال الدوز بتاعته كانت 6 ملي جرام بالكي جي، مش كلها هتبقى ابزورب طبعا، والنيو فورمولا مفيش فيه بونكيسس تاني. بس العيان اللي عنده فيري بور كومبلاينس او عنده كونترا انديكيشن هو اللي هستعمله، يا انترا ماسكولر يا انترا فينس. والانترا ماسكولر بتتاخد حقنه ورا حقنه ورا حقنه، خلاص حقنه، لو دي حقنه كبيره فيري فيري بينفول تعمل فايبروز. ومكتوب عندك انترا ماسكولر اسمه ايرن اكستريم. اكستريم يعني حواليه سكر عشان ما يبقاش ايريتنت قوي. والجرعه مش قضيه قوي يعني، لكن انا بقول لك يوميا لمده 5 ايام. ما اقدرش ادي الجرعه كلها مره واحده، بتعمل فايبروزس في العضله. ايريتنت الايرن ما انتوا عارفين، واي حاجه ايريتنت بتاتراكت فايبروز وتعمل فايبروزس. واللي عايز اقوله لكم ان حضرتك ما ينفعش تيجي، دي معلومه ليك، في الباتوكس وتدخل بسرنجه كده وتحقن ايرن. حد يعرف بنحقن الحاجات الايريتنت ازاي؟ ها اسلامي هايله جدا. يعني هو بكل بساطه انت هتدخلي في الجلد، وبعدين تتحركي بسن السرنجه والجلد لتحت، وبعدين تدخلي في العضله. ادخل اشك الجلد واقوم شادد الجلد والسرنجه لتحت، وبعدين اقوم مكمل في العضله. ناو انا خارم الجلد هنا، لكن المسل بانكشر هنا. فالحديد اللي هيتجمع هنا ما يقدرش يمشي كده ويخرج لبره. حاجه اسمها فالف ميكانيزم. خرمت الجلد وبعدين رحت زاحف شويه لتحت وبعدين رحت داخل في العضله. فكده طب ليه كل ده؟ لانه الحديد حضرتك لو طلع تحت الجلد وقف هنا هيعمل لحضرتك دايره لونها بني، هيموسيدروسس، تقعد معاك شهرين بقعه شكلها سخيف جدا. وبنستعملها حاجه اسمها زجزاج شيب انجكشن، اللي هي الفكره دي. تبقوا عرفتوها، اوعى حد يحقن الحديد دايركت انجكشن كده، دي مهمه جدا. ماشي. لكن احيانا نستعمل الانترافينوس، وده لما اكتشفنا ان في حاجه اسمها ايرون هيدروكسايد، يعني بيدوب في الميه وما يعملش امبوليزم، فنقدر نستعمل حديد في الوريد. بس لازم يبقى هايلي داينج ديوتد، عشان كده بنعلقه على فلويدز. مكتوب انترافينوس ايرون هيدروكسايد، اكتب هايلي داينج ديوتد.
مفيش حاجه اسمها اديه كده بسلندر، ده انا بعلقه جوه ازازه محلول 500 مللي، واديه هاي لايه؟ دايلوت. كويس جدا. بس السؤال يا دكتور هو ليه هازارد ولا ملوش؟ انا قلت الكلام ده امبارح، حد يرد عليا؟ ها؟ ليه هازارد ولا لا؟ ممكن يعمل هازارد زي بتاع الهيموسيدروز، اهمها البرونز الدايلز. وبالتالي بتافويد الايرن انجكشن في الناس اللي عندهم ريسك، لا لا ريسك اوف تايب 2 اللي هو باباه عنده، مامته عندها، مش عارف مين عنده. اوعي تبقي بريجننت وتروح تعلقي حديد ومامتك عندها سكر او بابا. الاورال ايرن بس الاورجانيك احلى بكتير، اللحمه والكبده، يبقى لازم ندي انستراكشن ان احنا نعالج كمان بدايت، ويا ريت نافويد الكوز. تريتمنت اوف ذا كوز انا علمتكم 100 مره، تريت ذا ديزيز حديد، السرحانه تريت ذا ديزيز الحديد، لكن تريت ذا كوز، عالج الهرزيزس، عالج الانكليسترول، عالج البنتك ألسر، افويد الكاو ميلك، كل الحاجات دي هتعالج البلاد لوس. وانا فهمتكم امبارح ان بلاد لوس يعني ايرن لوس، فاكرين؟ هو البلاد لوس في حاجات كتير بتفقد، لكن مين اهمهم؟ مين العمله الصعبه؟ الايرن. شنطتي وقعت وكان فيها شويه ورق اطفال، ده كلام فاضي، وشويه ورق نسا يولع، احنا اتعقدنا، لكن كان في فلوس. هي دي اللي مش عارف اعوضها، محتاج اعوضها تاني. ماشي. لما هتدي الايرن ده الريسبونس هتبقى بعد ايه؟ بعد قد ايه يبقى في ريسبونس؟ ذا فيرست داي الريس يوصل له الاكل الاول. انا بتكلم على الرئيس بتاع الجسم، يعني اي مين ان احنا دلوقتي في الجسم وكان عندي ايرن ايه ديفيشنسي، وبعدين رحت واكل ايه ايرن، تفتكروا يروح فين الاول؟ يروح بيت الرئيس الاول، يظبط الكونسنتريشن والمود والابيتايت، وتلاقي البايت قلت جدا وزين وان داي ايفن. سو ايه ابيتايت امبروف ان ذا فيرست داي، يبقى مين اول واحد بيجي له؟ الايه الابيتايت، الابيتايت تتعدل والكونسنتريشن يتعدل within the first day بعد علاج يوم. And then B bone marrow start working وتلاقي جواه هايبرجليزيا لو دخلنا جواه بعينه. وده تاني يوم. يعني مكتوب عندك تاني يوم الاسترود هايبرجليزيا in the B bone marrow علم. ده أول واحد مين؟ البرين A appetite. تاني واحد مين؟ البي البون مارو. ثم تالت واحد السي الكومبليت بلاد كاونت. يبان في البلاد نتيجه شغل البون مارو الزياده شويه مايلد ريتيكوسايتوز. يبقى مين يقول لي ايه؟ اول حاجه ايه؟ ابيتايت. ثاني حاجه بي بون مارو هايبربليزيا، هتبان في البلاد سي عند اليوم الثالث with مايلد ريتيكوسايتوز. Every day in your treatment hemoglobin elevate with 1 over 4 of gram per deciliter. Every 4 days الهيموجلوبين بيطلع واحد. يعني كان 9 جرام بير ديسي لتر يبقى 10 جرام بير ديسي لتر، 11 جرام بير ديسي لتر، 12 جرام بير ديسي لتر، كل يوم بيزيد ربع، كل اربع ايام بيزيد واحد، بتشمين ان مهما كان هيموجلوبينك واقع it will correct within 4 weeks. So why treatment is for 2 months؟ يس هو الشهر الثاني عشان ابني الستورز بتاعتي بس، عشان لو تعرضت لايرن ديفيشنسي ثاني لا انا مخزن في الليفر في السبلين وفي المسلز ما يكفيني من الايرن. سو ما بين 4 و 6 اسابيع او 4 ل 8 اسابيع انا بعيد بناء الستورز. في ناس بتبقى فاكره ان انيميا وزمان نيوتريشن واحد ما بياكلش كويس فجاله ايرن ديفيشنسي انيميا. هي ما بتبقاش ايرن ديفيشنسي انيميا، سرحانه كتير النهارده، ما بتبقاش ايرن ديفيشنسي انيميا بس، لانه انا قلت لكم قبل كده ان عشان ابني جسمي وابني الار بي سيز اي نيد امينو اسيدز، فيتامين بي، فيتامين سي، كبر، اف اي ايرن اف او. فلو انا عندي مال نيوتريشن انا ما عنديش ديفيشنسي للايرن بس، انا ما باكلش خالص، فعندي نقص في كل دول. فما بتبقاش الكلينيكال بيكتشر واضحه قوي انها ايرن ديفيشنسي. ده بيخلي البون مارو كسلان؟ لا، بس هو البون مارو اساسا كمان لما بينقصه فوليك اسيد بتجيله مصيبه ثانيه اسمها هايبوبليزيا. هو الفوليك اسيد مهم للريبليكيشن، وانتم عارفين انه مهم للدي ان ايه؟ كوبينج. وبالتالي من غيره هيبقى البون مارو نفسه كسلان، حتى لو الخامات اتوفرت البون مارو تعبان. وبيقولوا اذا كان في نقص خليك معايا في امينو اسيدز، يعني وحدات البناء الرئيسيه، فالار بي سيز اللي بتطلع بيبقى عندها شورت هاف لايف. And this RBCs is liable for destruction with any attacking infection. فلو سالتكم دلوقتي
causes of anemia with malnutrition. تقولي it is mainly iron deficiency. Yes. عشان ده أهم عنصر ده العملة الصعبة. But there is multiple deficiencies. There is bone marrow hypoplasia and there is short RBCs, lifespan, and it is highly liable for destruction with infection. ناخدها ستوري تاني وتقولوا معايا أول حاجة عندي multiple A deficiencies والبون مارو نفسه ممكن عنده هايبو ايه؟ بليزيا وكمان بيطلع RBCs أخبارها ايه؟ شورت وممكن يهاجمها أي انفكشن ويخليها تتكسر. وطبعا الإنسان المنلرج بيجيله انفكشن كتير. ده سؤال شفوي أنيميا وز مال نيوتريشن تقول له هي مينلي أيرون ديفيشنسي. يعني أكتر أعراضها تبان عليا أعراض أيرون ديفيشنسي أنيميا بالبايكا والجيوفيجيا والبور كونسنتريشن لكن it is multifactorial البون مارو كسلان وجاي له خامات قليله وطالع RBCs عمرها قصير وبتتكسر. سؤال شفوي فقط. الحته دي مجرد شفوي بس. نكست الورق دي احنا كده خدنا انيميا اسمها كرونيك هيموليتيك. حد يضرب لي مثل رقم واحد، مثل رقم اثنين، مثل رقم ثلاثه. وخدنا حاجه اسمها ديفيشنسي انيميا. ايه اللي خدناه؟ ايرون ديفيشنسي انيميا. وهناخد زي الكرونيك هيموليسيس. لا عايزين ناخد اكيوت هيموليسيس. ناخد سامبل كده على الاكيوت هيموليسيس. And this is the second VIQ question. VIQ question. Written VIQ. ايه ده؟ ده تاني سؤال وانا هختار منهم واحد يجي في الامتحان اخر السنه. انا قلت غالبا السؤال اللي جاي ايرون ديفيشنسي. وده اقل منه سنه. دي 6 بي. ان شاء الله الاثنين دول منهم سؤال اخر سنه. يبقى دول اهم سؤالين ريتن على الاطلاق. Because iron deficiency is the most common and because G6 بي دي is the most common in Egypt. Hemolytic anemia in Egypt. اوكي. ده اشهر سبب للهيموليسيس الاكيوت. مركزين معايا، خليك معايا. ده عباره عن نقص في الانزيم اللي اسمه جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز. اي انزيم عباره عن برو برودكت. اي انزيم ذا بروتين ستراكشر ولا انتوا ده خبر جديد ولا انزيم ده طلع حوائط جاتن؟ يا جماعه ما تردوا عليا. ده بروتين يبقى بينتج منين؟ من الدي ان اي باي كودنج جين. الجين بتاعه فين؟ والله خدناه على الاكس. مين فاكر الامراض الاكس لينكد ريسيس؟ A جاما جلوبينيميا، B بلاد بورن ديزيز جي 6 بي دي، C اللي عندكم كولر بلايندنس، D دوشين. يلا المهم هو الانزيم اهو ده الجين بتاعه الهيلثي جين لونه اخضر. وبالتالي لو انا اتجوزت دي ايه ده؟ مكتوب عليها ان الفيميل عندها 50% انزيم اكتيفيتي بس. يلا ده دوميننت ولا ريسيسيف؟ هو اكس لينك دوميننت ولا ريسيسيف؟ ريسيسيف. ازاي بقى الانزيم قليله؟ يا جماعه مفيش حاجه اسمها تحليل. اسمعوني بس، انا شكلي ايه؟ باكل فول ولا ما باكلش؟ بدايه 50% مكفيينها؟ مكفيين؟ هي مش نورمال. الفيميل النورمال عندها 100، الفيميل اللي عندها الكارير عندها 50، بس لما بتاكل فول بتعدي على خير تبقى كارير. مش شرط الكارير يكون انسان طبيعي وبنكرر، ممكن يكون عنده حاجه في التحاليل. ايوه عشان كده اكتشفنا خطيبتنا اللي عندها ثلاسيميا ماين، واكتشفنا اللي طلعناها سانت كاترين اللي عندها سكر. وبالتالي الكارير مش كارير بصراحه، هو تريت، هو يحمل صفه ضعيفه من المرض. سو هي عندها 50% انزيم، لكن هتخطبها وتروح بيها جدول يعني بتعمل تيست للتعبيط، والله لو اكلتها القدره بتاع الفول كلها مش هيحصل لها حاجه، لان 50% انزيم اكتيفيتي بيتموت. مين يقول لي بقى لو ربنا تمم لك بخير واتجوزت ايه اللي هيحصل؟ طبعا لو الاكس دي راحت مع الواي هتجيب ولد هيزيد، مش كده ولا ايه؟ لكن لو الاكس السليمه راحت مع الواي هتجيب ولد سليم. انا المهم يعني ان عندي الاحتمال ده، لكن اي بنت هتخلفوها يا تبقى كارير يا تبقى نورمال. So this disease appear in boys transmitted from their، مش عايز كلام، من الام. مين فاكر امتى البنت بتبقى افكتد؟ حد فاكر؟ البنت بتبقى افكتد لو خدت الجينين او لو عندها تيرد او لايونايت. ما تردوا عليا انتوا مذاكرين ده؟
يس لاينايزيشن ان عندي الاكس السليمه انا مخبيها مش مشغلها. فالبنت دي ممكن تبقى افكتد. هو انت شفت كده؟ اه وان اوف ماي بيست فريندز فيميل عندها جي 6 تي بي باباها از افكتد ومامتها كارير استاذه توريش عندها جي 6 بي دي. ذيس از كومن لانه انيميا الفول ما بتمنعش الراجل من الجواز يعني. وبالتالي الافكتد ميل بيتجوز والفيميل كتير منهم. فمنطقي ان احنا نجيب فيميل. فسو جي 6 بي دي از مور كومن ان بويز بس ات از بريزنت ان جاي. طيب ممكن تكون البنت ترنر ده احتمال ضعيف. ممكن تكون البنت عندها لاينايزيشن ده احتمال ضعيف. كل اللي فات ده كلام فاضي خلاص. اللي جاي ده مهم جدا. ايه اللي بيحصل جوه الار بي سيز ان جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز؟ بالتالي اهم حاجه في شقتك الخزنه. لو في خزنه عندك في الشقه تبقى مهمه صح؟ ولازم تكون مأمنها وعامل لها حراسه و... كويس. ايه اهم مكون جوه الار بي سيز؟ از هيموجلوبين ولا الميه؟ لا طبعا الهيموجلوبين. وبالتالي ربنا حط جنب الهيموجلوبين حراسه. الهيموجلوبين بيتعامل في ايه؟ زي الراجل بتاع اللحام بيتعامل في النار. فلازم يحط على وشه واقي ويلبس جلافز شفتوه؟ وهو بيتعامل مع النار. برضه الهيموجلوبين بيتعامل مع جزيء خطير جدا اسمه اكسجين. وفي موليكيولز تانية شبهه قوي زي بالظبط الشاي والكولا. لو ما شفتش الفقاقيع وشفت ليه كولا وهي شاي سخن مولع ممكن تمسكها تشويك صح؟ It is the same between الاكسجين والاكسجين راديكال. الاثنين شبه بعض والاثنين ممكن ياتاتش للموليكيول اللي اسمه هيموجلوبين. لو الاكسجين راح للهيموجلوبين this is normal. لكن لو الاكسجين راديكال راحت للهيموجلوبين تحرقه. يقوم ربنا يحط حاجه اسمها ايونايزد هيدروجين قاعد جنب مين؟ الهيموجلوبين. عشان لو جت اكسجين ايه؟ راديكال تقوم جايه تمسك في الهيدروجين يحصل لها نيوتراليزيشن تو ووتر. كحمايه لمين؟ من الفري اكسجين ايه؟ سو ذا نورمال ان في عندي انزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفيت وهو اهم انزيم في عمليه تخليق الهيدروجين. بحط هيدروجين واحطه على الناد بي يبقى ناد بي اتش او احطه على الجلوتاثيون يبقى ريديوس جلوتاثيون. وده وظيفته الريديوس جلوتاثيون والناد بي اتش انه لما يجي من بره اكسجين ايه؟ راديكال تبقى بروتكت الهيموجلوبين عن طريق نيوتراليزيشن سيف. لكن عليك انت تتخيل ان دي مش موجوده. ركز معايا. يبقى الايونايزد او الراديكال هتدخل على الهيموجلوبين. اند ات ويل رياكت كيميكالي. فاكر فيكم ان انا قلت الاكسجين مش بيرياكت؟ ده هيحصل رياكشن هيحرق الهيموجلوبين يوم يتحول الى انسوليبل ماتيريال ويترسب جوه الار بي سيز. وكلكم شاطرين عارفين ان اي بريسبتيف انسايدز ار بي سيز بوم ات ويل رابتشر صح؟ بيترسب في شكل كتل حمراء نقط حمراء شبه الكاتشب كده بيسموها هاينز بوتس. طبعا انا بهرج بس هي اسمها هاينز بوتس. الكتل دي اهي بص اتس لايك ذس اه اسمها هاينز بوديز نقط حمراء كده. بس دي مش هتسيب الار بي سيز في حالها. بص كده الله ساندوتش من تاني حته واقعه اه ده الار بي سيز رابشرت وبعد شويه هتختفي خالص الار بي سيز لان الهاينز بوديز بتخرم الجدار. لو تبص كويس تلاقي نوتشد 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 مرتين من هنا ومن هنا خلاص بتتاكل بتنفجر. اجين جلوكوز 6 فوسفيت هو اهم انزيم واهم انزيم اللي بيتحكم في الرياكشن في الطب بيتسمى ذا ريت ليميتنج انزيم. هو ده اللي بيتحكم في الرياكشن. يبقى ايه ذا ريت ليميتنج انزيم؟ اما يسمى بصوا لي كده دي اسمها هوكسوز مونوفوسفيت شنط. وظيفتها تكوين هيدروجين وتخزينه كعامل وقايه على الناد بي والجلوتاثيون تو نيوترلايز اني فري اوكسجين راديكال. يلا ويز ديفيشنسي اوف جلوكوز 6 فوسفيت 10% 5% there will be reduction in NAD pH and glutathione. So any oxygen radical أول ما تدخل جسمك هقول لك تدخل منين أكيد تقوم تبايند لمين؟ وتموته يبقى اسمه ميت هيموجلوبين وتخليه كتل زي الكاتشب هاينز بوديز and this will result in glucose 6 phosphate is the rate limiting the enzyme. So NADPH and the glutathione. NADPH and the glutathione provide hydrogen to protect.
في وجود الجي 6 بي دي في الشمسي ده بيقلل النت بي اتش والجلوتاثيون وده بيخلي اي اوكسيدايزنج ماتيريال كسر الهيموجلوبين الى ميت هيموجلوبين يعني ميت انا بحفظك بس يعني ميت هيموجلوبين ان سولوبل ولا سولوبل ان سولوبل هاي بريسبيتيت ويتكسر الاربيس وات كوز اوكسجين راديكلز انها تدخل جسمنا هل في جسمنا جوه جسمنا اوكسجين راديكال انتوا في جسمكم اوكسجين راديكال يا دكاتره ايوه دي بس يعني قول لي ليه موجودين فين ها ايه الجسم بيطلع اوكسجين ده في الوايت سيلز انا سمعت كلمه حلوه جدا ات از ذا مين باور اوف يور امين سيستم كل خليه فاجوسيتك سيل اهم مكون جواها شكرا للي قاله هو اللايزوزومز اللي جواها بيروكسايدز بتحرق اي بكتيريا يا جماعه احنا جسمنا مليان وايت بي سيز وكلها مليانه فري اوكسجين راديكال هدفها قتل البكتيريا دي مهمه جدا والا نموت كلنا يبقى احنا عندنا فري اوكسجين راديكال امتى بتطلع؟ في الانفكشن يعني الواد ده لو جاله انفكشن الوايت بي سيز بتطلع ايه؟ فري راديكال بدل ما تموت مين؟ ما ترد على البكتيريا تقوم مموتها مين؟ الار بي سي وتعمل دي مولس اسمع احلى قصه في التاريخ من 3 4 سنين بمر في المستشفى الواد اصفر جوندس قلت له كنت هيماتايتس بس بيل جدا بلغ وجوندس تساوي انيميا هيموليتك خير يا سيدي والله دكتور الواد ده سخن من 3 ايام وبعدين بدا يصفر بس بيل جدا والبول بتاعه احمر ده مش هيماتايتس ده عنده هيموليسيس فبقول له ها للنايب شخصنا قال لي دكتور والله انا قلت في الاول تبقى جي 6 بي دي بس الولد ما كلش فول قلت له ده سخن يا حبيبي قال لي ايه علاقه السخونيه بالجي 6 بي دي؟ قلت له ايه علاقه السخونيه عنده انفكشن قال لي ايه علاقه الانفكشن بالجي 6 بي دي؟ فشوف المنتاليتي بتاع واحد هيبقى استاذ في الجامعه انه مش واخد باله ان ذا موست كومن كوز مش هو الفول هو الانفكشن اللي بيخلي جسمي يطلع اكتر كميه من الفري اوكسجين راديكال اللي تكسر الار بي سيز يبقى مين كسر الار بي سيز الوايت بي سيز تاني حاجه ان انا اكل فول اند باي ذا واي الفول مش فري اوكسجين راديكال ده فول بس هو بينديوس رياكشنز في جسمي يخليها تطلع الفري اوكسجين راديكالز اللي ستورد مش مهم ندخل في الرياكشن ده بس هو فعلا الفول بينديوس كيميكال رياكشن في جسم الانسان تقوم تخليه ريليز اوكسجين راديكال عن طريق ابنورمال ميتابوليزم سؤال كلنا عندنا جلوكوز 6 فوسفيت كميه كويسه اي حد يس لو جاله سيفير انفكشن يجي له هيموليزيس بس لازم يكون انفكشن من اللي بيستفز الفاجوسايتس تطلع في الاوكسجين راديكال لان في انفكشن فايرال ولا حاجه الليمفوسايتس بتتفاعل وخلاص الفاجوسايتس اللي زقع بقى مش كل الناس بتبرد يعني سو اول حاجة الانفكشن تاني حاجة الفود الفود اللي قدامكم طبعا انتوا كلكم شايفين الصور اللي قدامكم والفول والطعمية والحاجات دي كلها خلي بالكم ان البقوليات كلها البقوليات اللي هي الفول والعدس الاقي ناس بتقول لي والفول السوداني ده مش من البقوليات يا حبيبي ده من المكسرات يا ظريف تمام لا ده في اخطاء حتى على الانترنت حتى تلاقي الناس بره فاكرين ان البينات المكسرات من ضمن الحاجات الممنوعه عشان هتقسم نصين، لا البقوليات هي كل حاجه كانت في قرن اخضر. هل الفول كان في قرن اخضر ولا الفول ده عباره عن بذور اصلا؟ فول السوداني انا اسف، السوداني ده حاجه في التربه، لكن القرن الاخضر شفتوه بتاع الفاصوليا؟ القرن اللي بقى جواه ايه من فول ولا اوكي؟ الحاجات دي اللي اسمها بقوليات، حاجه تتقسم نصين واحنا مفصصينها من قرن اخضر، دي اسمها البقوليات. Is it like each other في السيفيريتي يعني البسله والفول نفس المنظر فول صغير كده جواه نايم البسله او الفول بس انا اسف جدا فوله واحده از مور اجريسيف عن طبق بسله فوله اجريسيف في الهيموليسيس يعني انا اعرف طفل مات بفوله بينما حضرتك ممكن تاكل اربع خمس معالق بسله ويعدوا انتوا فاهمين وبالتالي هم مش زي بعض في السيفيريتي لما تحذر حد تحذره من الفول والطعميه والبصاره اكتر حاجه اقول لكم على حاجه ده انا بحذر الجي 6 بي دي انه يسافر على طريق زراعي في شهر 4
عشان في ساعتها البلانت بتاع الفول نفسه بيكون الورد بتاعه مفتح وبيطلع اودر بتعمل هيمولايسيس. يا الفول رهيب. ها الفول بيندوس كميه رياكشنز في جسمك رهيبه، ودي اللي بتعمل المنتال بلوك اللي حضرتك بتحس بيه كل يوم بعد الظهر لما تيجي. يعني فود اقرا معايا يعني ايه برود بينز؟ يعني ايه برود بينز؟ اكتب حضرتك الفول الحراتي اللي هو الاخضر. اكتب اكتب اكتب، انا عارف الثقافه العامه. اند اتس برودكت. والفافا بينز ايه بقى الفوفا الفافا دي؟ فول المدشوش. اكتب بقى المدمس. الف 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 اكتب انت الحاجات دي. فافا بينز. اذر بينز يعني ايه اذر بينز؟ كلمه بينز تطلق هنا بقى اذر بينز يعني باقي البقوليات. لايك ايه باقي البقوليات؟ لايك بيز. اند واتس بيز؟ البسلة. اكتب عليها البسلة. انفكشن. اكتب مينلي بكتيريا. اكتب مينلي بكتيريا. شكرا للسؤال. ولا شك ان الدراجز بتنديوس كيميكال رياكشن في جسمي وتنديوس فورميشن اوف فري اوكسجين راديكال. مش كل الدراجز طبعا بتنديوس فري اوكسجين راديكال، لا انا عندي اهم واحد فيهم طبعا على الاطلاق السلفا. اكتر واحد اتعلم عليه السلفا. الاسبرين في الاطفال بنتفاداه اصلا، بيعمل مشاكل في الاطفال. الكلور مش هنقول اتوقف، فلسه اللي بيستعمل قوي وبيضيع العيال كلها السلفا. اكتب عليه كده الاكثر شيوعا الان. كينيلون بطلنا، بريماكين بطلنا، كلوروكوين، نفسالين ده مش دواء. نفتالين ده اللي هو النفتالين اللي بتحط في الملابس عشان تمنع ان هي تبوظ يعني. دكتور على فكره حضرتك بتهزر، كل اللي انت بتشرحه ده از بيكتشر اوف دي كوز. ان انا سخنت ده كوز، اني خدت دواء غلط ده كوز، اني اكلت فول او طعميه او بصاره ده غلط كوز. لكن كلينيكال بيكتشر از، بصي هنا G6PD is acute anemia. يجي لك انيميا، acute hemolytic anemia. طب يلا مين يقول لي acute anemia؟ الانيميا فيها كم حرف؟ اه والله يا دكتور كان فيها بالور وتاكيكارديا وديسنيا وايزي فاتيكابيلتي. مش هيلحق ايزي فاتيكابيلتي، هو هينقلوه على المستشفى على طول، فيعني كفايه بالور وتاكيكارديا وديسنيا. حد فاكر الهيموليسيس بيعمل كام لون؟ والله بصراحه مش هعرف اكتبهم كلهم. من البرونز الديسكلوريشن عايز سنين، والولد ده عنده ريد يورين. ليه؟ لانه عنده فيري اكيوت، فالبول نازل كله هيموجلوبي، فمش هيبان لي الدارك يورين اون ستاندنج. انا اصلا كل اللي هشوفه فجاه الولد عنده جوندس وريد يورين وخلاص. يبقى هو عنده بالور وتاكيكارديا وديسنيا جوندس وريد يورين. الخمسه ما بقوش خمسه. نقيت منهم بس، نقيت منهم بس جاست خمس حاجات دول. What is the most characteristic of them؟ ايه اهم واحده فيهم من وجهه نظركم؟ Dark radio. لانها indicate acute، ركز معايا، and severe hemolysis. انت شايف الباور بوينت كده؟ بصها كفايه. يبقى لو انا حاطط سكين ان انا بقول بيكتشر اوف ذا كوز، يلا مين يقول لي يا اما فود يا اما انفكشن يا اما دراج وحاصلهم، وبعدين انا عارف انها اكيوت هيموليتيك انيميا فشرحت الحاجات البسيطه دي، انا خلاص خدت الدرجه. واي انيميا بتكمبليكيت بهارت فيل سبيشال دي اكيوت انيميا، ودي اكتر حاجه تعمل هارت فيل. ما تنسوش قصه زميلكم الرهيب المبدع اللي قال لي ايه علاقه السخونيه بالجي 6 بي دي؟ فرجعت قلت له يا ابني، قال لي طب ده انفكشن، قال لي طب وايه علاقه الانفكشن بالجي 6؟ الولد ما كانش فول يا دكتور. فيعني الابداع ليه درجات. اوعى مش دايما يكون سلفا، لان دايما الدكاتره في ابو الريش اورينتد بحاجتين، اخدت سلفا اللي هو سبترين يعني مثلا، طب كلت فول امبارح، مش شرط، ممكن يكون الولد كان عنده فيفر بقاله يومين بكتيريال انفكشن. سيب الكتاب وبصلي هنا قبل ما نروح على الانفستيجيشن. تعالوا نلعب لعبه، انا شاور وتقولوا لي الانيميشن كليب ده، ده كليب ارت يعني طب في صوره هزار. ايه ده؟ اقصد بيه ايه؟ يعني مينلي سالفا، يعني تقول لي ده الراجل اللي بيعمل، طب انا اقصد ايه دي؟ انفكشن. او اقصد ايه ده؟ الفينز ان جنرال. دول الثلاث حاجات المسببات، فود انفكشن اند دراج. بيعملوا ايه بقى في الار بي سيز؟
AD AD yes دي ار بي سي جواها هاينز بودز جت منين؟ ده الميتهيموجلوبين اللي اترسب جوه الار بي سي وموتها. يقوم يحصل لها ايه الار بي سيز؟ يحصل لها ايه؟ تبتدي ترابشر ويحصل هيموز. This is just a flip up. نقول اللي احنا قلناه تاني. عطوا انفستيجيت يا عم. نسبة ان هي انيميا وبعدين نسبة ان هي هيموليتيك وبعدين نسبة ان هي سي بي سي. احنا اتعلمنا خلاص، اتعلمنا نسبة ان هي انيميا سي بي سي الهيموجلوبين قليل. عارفين الولد ده امبارح واكل فول، النهارده الصبح يصفر، على بالليل يكون هيموجلوبينه 3 او 4. امبارح هيموجلوبينه 12، النهارده هيموجلوبينه 4. عيان السلاسيميا وده ليكوا انتوا، بيبقى ماشي على رجله كده هيموجلوبينه 4 ويدخل يقف هنا قدامكم في الدرس هيموجلوبينه 4 لانه كرونيك وكومبنسيتد، بط اكيوت ايفنت مفيش فيها كومبنسيشن. تمام؟ يعني لما بيجي فجأة القلب بقى تعبان جدا، فالطفل ده بيدخل متشال، يعني واحد جاي على رجليه بهيموجلوبين 4 والتاني متشال على الايدين بهيموجلوبين 4، فاهمين؟ فبالتالي بقى عنده سيفير انيميا. جالي على طول اعمل الريتيكولوسايتس، وانا قلت لكم الريتيكولوسايتس انديكيتور مهم، بتبقى عاليه ولا قليله؟ بتبقى فيري فيري هاي، لانه فيري سيفير هيموليسيس. ويتش بيلروبين از اليفيتد يا ظرفه اللي جاوبت الامتحان امبارح؟ مين البيلروبين اللي بيزيد؟ الدايركت ولا الاندايركت؟ ها؟ الاسيد اللي غلطت وانا عارفهم كويس، الاندايركت هو اللي بيعمل. ولو عملت يورين اناليسيس هلاقي هيموجلوبينوريا ولا لا؟ دكتور ليه ما قلتش؟ ليه ما قلتش؟ مع الريتيكولوسايتس والبيلروبين العالي ايرن عالي. مش الهيموليسيس بيعمل ايرن وبيلروبين وفيرتين؟ مش بيرفع الايرن والفيرتين؟ ليه ما جبتش سيره الايرن؟ هنا مش مكتوب قدام. كتبت بالروبين اندايركت عالي والهيموجلوبين بس هيموجلوبين وحش. ليه مفيش ايرن مكتوب؟ لان ده بيحتاج كرونيك هيموليسيس. انا قلت لكم الايرن عشان ياكيوميليت محتاج وقت طويل. سو ان اكيوت جي 6 بي دي الايرن مش اكيوميليت، انتوا فاهمين غلط. الكيوميليتيف افكت بتاع الايرن محتاج سنتين ثلاثه اربعه عشان اوصل لايرن عالي بالمسيدروسس. فاللي هيزيد بس الانكونجوجيتد الاندايركت بالروبن، وهلاقي فيه هيموجلوبين اليورين وناقصه كلمه ريتيكولوسايتوزس على المونيتور لكن موجوده عندكم في الورقه. بص كده، اثبت انها انيميا، السطر الثاني اثبت ان هي هيموليتيك، السطر الثالث اتاكد ان هي اكيوت هيموليتيك. اه الاولاني انيميا، السطر الثاني عندك اثبت ان هي، السطر الثالث اتاكد ان هي اكيوت. واحد يقول لي يلا جاري نقيس الانزايم، وهنا تيجي اصعب حته في الدرس. يقول لك لا يا دوب تعمل بلاد فيل تقوم تشوف الهاينز او الفراجمنتد ار بي سي. اهي الفراجمنتد. يا عم لا انا عايز اقيس الانزايم اكتيفيتي الاقيها كام؟ 10%. تقوموا تفاجئوا اصعب حاجه في الحصه. لو تصورتوا ان البور مره بيطلع الار بي سيز كاريتيكولوسايت وبعدين دي عمرها يوم، 5 ايام 10 ايام، دي عندها 30 يوم ودي 60 يوم ودي فيري اولد. احنا اكتشفنا ان المريض ده بيطلع الار بي سيز ويز نورمال انزايم اكتيفيتي، بات الانزايم از انستيبل فبيختفي من الار بي سيز يا دوب وهي عمرها 20 يوم وحتى في ساعات 10 ايام. انتوا عندكم ار بي سيز جواها جلوكوز 6 اسوسييت موجود معاها لغايه 160 يوم لو عاشت. الانزيم جواها ما بيقلش، هايلي ستيبل. لكن الجي 6 بي دي هنا الانزيم موجود لكنه بيتكسر بسرعه جدا. هذا الشخص لو اكل فول ويتش ار بي سيز ويل بي ديسترويد؟ إذا فيري اول 60 داي 30 داي 20 10 داي، مين اللي هيسرفايف؟ النيو ار بي سيز اللي لسه طالعه قريب. انزيس نيو ار بي سيز لما هتتفضل بعد ما كل دول اتكسروا والعيان جالك المستشفى جالك بدول، رحت حضرتك عبيط واخد سندل وقست الانزايم جواها هتلاقيه نورمال. سو يو كان نيفر دو ذا تيست اون هيموليسيس. لازم تعمل التيست من غير ما يكون العيان ده متكسر. يعني لازم تعمل تيست كده، بص كل عيان عدى عليه فتره يفضل تكون مثلا 30 40 50 يوم ما تعرضش فيهم لاي هيموليتيك ايفنت، واعمل له الاقي الانزيم فعلا قليل. لكن انا لو عايز اثبت لواحد ان انتوا شاطرين انا هختار احسن خمسه وقت للباقيين، واسيب الخمسه الشاطرين قدامي هيبان ان هم شاطرين جدا. انا عملت لكم هيموليسيس وسبت الشاطرين بس، بلاش سذاجه، لازم السامبل تبقى لينا كلنا ونشوف متوسط المستوى ايه. صح؟
صعبة كلمة نقرا. Blood cell show fragmented RBCs. السطر الثاني estimate enzyme activity after 2 weeks. كل ما ادخل امر ده مين ده؟ ده جيكسين. عملت له ايه؟ سحبنا الانزيم اكتيفيتي. يا نهار اسود، هو ما حدش فاهم طب خالص. سحبنا الانزيم اكتيفيتي ازاي؟ لازم بعد 2 ويكس على الاقل، يعني اكتب على الاقل. Because immediately after the hemolysis البون مارو بيطلع نيو ار بي سيز with normal enzyme level given the misleading results. هل انا قلت هو مش ديفيشنسي؟ انا قلت بقى هو طلع انستابل انزايم، دي المفاجاه اللي فهمناها، ان هو مش ديفيشنسي، هو انستابل انزايم. سو ذا برودكت از بريزنت بوت ات از انستابل. اخيرا العيان ده يا جماعه في اشد الحاجه الى باكتو ار بيسيس اكتر من عيان الثلاثينية بالمراحل. وتبقى اهم حته اقولها في جي 6 بي دي غير ان هو درس نظري، اوعى تبقى دكتور نتال قتال. في طفلين ماتوا، طفلين ماتوا بالطريقه دي اللي انا هقولها دلوقتي. جالي طفل جي 6 بي دي دمه متكسر، هيموجلوبينه 3، نقلوا له كيس دم وقالوا له يلا روح. وقالوا له روح، كيس الدم اللي انت اديته مش بيحمي من اللي موت، لانه ممكن يكون العين جاي له هيموجلوبين 3، فانا نقله كمان ايه 3 او 4، يبقى هيموجلوبينه 7. والثلاثه اللي عنده يتكسروا هما كمان، فينزل تاني هيموجلوبينه ل 3 او 4. العيان رجع اخر اليوم يقول لي يا دكتور انا كنت هنا الصبح وانا بمر، يقول لي انا كنت هنا الصبح ونقلوا له كيس دم ومشوني، الولد تعبان تاني ولما رجع ما تلحقش الكيس دم ده، لانه كيس الدم بيحتاج ساعتين عشان يجي. And the child arrested. دكتور ما هو معلمونا ان جي 6 بي دي اكيوت، بننقل دم وبنمشي. امتى تمشي العيان؟ اسمع لما هيموجلوبين يعلى، هذا هو ابرام القفل. لما هيموجلوبين يعلى، ما العيان هيموجلوبينه كان طلع لغايه 7. لا مش لما يوصل للنور. امتى امشي العيان؟ انا قلت له ما تاكلش لا فول ولا وافويد الكوز. اسبوعين. يا نهار اسود، ده المستشفى كده مش هتفضل طول العمر. اسبوعين لازم اعالج الانفكشن او الكوز عامه. جاست فيري سمبل اوردر هقوله للعيان. الكوز انا وقفته خلاص، الفول ده كان اول امبارح. الهيموليت هاو تو نو ذات ذا هيموليسيس نيرلي ستوب. يس. بعد اذنك ما تروحش الا لما تجيب لي عينات البول. يجيب لك عين بول احمر انت قاعد، احمر انت قاعد. اصفرت نو اكيوت هيموليسيس، روح. العيان ما يروحش بيته الا لما لون البول يبقى فاتح ابوس ايديه. غير كده هو قاعد في الريسبشن مش محبوس. قاعد في الاستقبال بيجمع بول ويوريني. تسلموا لي، ردته حلو جدا. سو ممنوع العيان يروح الا مليون البول يرجع نيرلي نور، والا تبقوا اطباء وقتل. هيطلعوا لك يوم الايام ايه طابور كده، مين دول؟ دول قتلاك. يا نهار اسود، هو انا كنت مع هتلر؟ لا يا سيدي، انت كنت دكتور. يبقى حاجتين، العيان مش هيروح بيته لما ياخد الليسته. الحاجه الثانيه ابوس ايديكم اديله لسته فيها كل الممنوعات، وفهمه قد ايه خطوره الفول والبصاره والطعميه، وفهمه ان الانفكشن لازم اعالج باجريسيف انتيبيوتيك، مفيش هزار. ما سيبش الانفكشن يقعد في جسم الطفل كتير ويطلع فري اوكسجين راديكال، فبيدي مضادات حيويه كتيره. فهمه الكلام ده ضروري ارجوك. ديفرنشال دايجنوس اكيوت هيموليسيس شفوي. ها وانا خلاص علمتكم انه ازاي تجاوب سؤال ديفرنشال دايجنوس. بقول فيري بيكيوليار كلينيكال بيكتشر. ما حدش يقول لي اكيوت هيموليسيس العيال دي عندها هيموجلوبينوريا، كلهم عندهم كل الجدول ده هيموجلوبينوريا. خطوات بالنسبه لي كاركترستيك فور جي 6 بي دي، ان ولد اكل فول او ولد اتعرض لانفكشن وورا الانفكشن حصل له كده. فاهم حاجه هيستوري اوف فافا بين انتيك. اعتقد اهم انفستيجيشن هي ان جي 6 بي دي هيكون قليل، ان انا اشوف هاينز بوديز. هل الهاينز بوديز موجوده في اي اكيوت هيموليسيس تاني؟ لا يا ابني خالص. سو البي انتيك والانزيم اسي او الهاينز بوديز ار فيري كاركترستيك. حد عارف يعني ايه اي اتش اي؟ يعني ايه اي اتش اي؟ اسلامي ايه بقى؟ اوتو اميون هيموليتيك. معلش الجدول ده سخيف جدا بس لازم هناخده لانه بتسيء الشفوي.
لجنه اخر السنه اسمها يا ابني لو طفل جاي لك بهيموجلوبينوريا تفكر في ايه؟ فزمايلك يردوا جلوكوز 6 فوسفيت. انت شاطر تقول له الموست كومن از جلوكوز 6 فوسفيت، لكن ممكن يجي له اكيوت اتاك اوف اوتو اميون. معظم الامراض الاوتو اميون دي حاجه ايموشنال كده هقولها لكم دلوقتي لغايه ما يبقى علم بجد. معظم الامراض الاوتو اميون بتاخد الجوينت والسكين وتقلب في بقيه الجلد، تقلب رزقها. يعني سيستميك لوبوس سكين وجوينت وبعدين تاخد حاجات ثانيه. روماتيك فيفر برضه كان فيها اريسيما مارجينيتم وجوينت وتاخد الهارت. الروماتويد درماتو مايوسايتس، يعني واضح ان كل الامراض الاوتو اميون بتاخد سكين وجوينت وتقلب رزقها جوه. فهو برضه الاوتو اميون هيموليتيك انيميا يو ويل فايند انها دايما دايما واخده الجوينتس واخده السكين وبتاتاك الار بي سي. حد عارف نظريه سعيد صالح؟ اي مرض اوتو اميون عندي استعداد وعايز اللي يوجهني. تلاقي العيان ده قبلها باسبوعين ثلاثه كان عنده اتاك اوف انفكشن، والانفكشن ده زي الروماتيك فيفر عمل ايه؟ اندكشن للاوتو اميون ديزيز. فاميز حاجتين في الاوتو اميون هيموليتيك هيستوري اوف دراج انتيك او انفكشن من اسبوعين، نفس فكره الروماتيك فيفر. وبعدين الاقي العيان عنده راش وارثرايتس ومعاها هيموليسيس. دول يشككوك قوي انها اوتو اميون. دكتور معلش يعني ما جايز الراش ده اي حاجه ولا الارثرايتس دي بسبب اي حاجه ثانيه؟ I need investigation to prove my body is attacking my disease. حد عنده دليل؟ على ايه؟ ايه ايه؟ قول يا ابني، قول يا عمر. يس اشوف الانتي بودي. طب ما عند كلنا عندنا انتي بودي. ايه الانتي بوديز ممكن تزيد في الانفكشن وفي اي حاجه. يس انت عايز تقول انا عايز اشوف الانتي بوديز اللي بتاتاك الار بي سيز. اشوف انتي بوديز من جسمي تسلم بتاتاك ماي ار بي سيز لايسس. انا فعلا عندي انتي بوديز بتاتاك ماي ار بي سيز. بس اي ونت تو سي ات. حد يعرف اشوفها ازاي؟ الانتي بودي ده ليه ديل، شايفين ديله؟ انا هعمل انتي بودي ضد ديله. انتي هيومن انتي بودي، يعني انتي بودي يمسك الانتي بودي من ديله. طب تخيل ان انا هحط انتي بودي ده اللي هو اسمه انتي هيومن انتي بودي على الار بي سيز اللي عليها انتي بودي. ركز جدا. So it will collect each two ار بي سيز beside. ده اسمه طبعا الابلكيشن كلكم شفتوه قبل كده. لو انا حطيت على الار بي سيز العاديه اللي ما عليهاش انتي بودي انتي هيومن انتي بودي مش هيحصل حاجه. يحصل حاجه ليه؟ لكن لو الار بي سيز دي عليها انتي بودي هتبتدي تتجمع مع بعضها لايك ذيس. انجوي. ذيس از نوت اجلوتينيتد اند ذيس از اجلوتينيتد ار بي سيز. شوف الاجلوتينيتد جمعوا ازاي في الطبق وشوف النون اجلوتينيتد لسه دايبين. سو انا بحط انتي هيومن انتي بودي على ال ار بي سيز الاقيها اتجمعت ولزقت and this is named the direct Coombs test. كلير؟ واضح؟ So the best test to prove ان عندي انتي بودي تسلم بيأتاك ماي ار بي سيز ان انا احط عليها انتي هيومن انتي بودي direct Coombs test will be positive. نقرا positive Coombs test. واضح؟ فهمتوا؟ يبقى لو عندك ار بي سي ار بي سيز عليها انتي بودي جرب تلزقها في بعضها. هلزقها في بعضها انتي هيومن انتي بودي لزقت. This is named the positive direct Coombs test. الخيار المصري. حته صغيره كده من درس هناخده كبير قوي في النفرولوجي. قصه بتسمعوا عن الخيار المصري اللي موت 55 جيرمان بيرسون. اه في اشتاين. ايوه. لا غردات ايه ده ماتوا في المانيا حضرتك. لا لا ده غير اللي ثلاثه اللي دول ثلاثه بس. الخيار المصري قتل هنا ثلاثه لكن قتل 55 واحد الماني جوه جيرمان. ازاي احنا قدرنا نعمل كده؟ مش ما شاء الله. بارك عليك. الخيار المصري ممنوع دخوله يوم. ليه؟ لانه بيتحط عليه هيومن ستول. ايه بالقرف سمات طبيعي اه بس ده غلط تماما لان استعمال الهيومن ستول كسمات خطر لانه بقى في حاجه اسمها فيرلنت اي كولاي. لو الفيرلنت اي كولاي جت على الخيار هو طبعا اتهرب اسبانيا لا
لان اسبانيا فيها التهريب ممكن شويه، وبعدين دخل من اسبانيا على انه خيار اسباني الى المانيا. وعلي ايكولاي بتاع هيومن مصري. فالايكولاي دي رهيبه بقى، مش اي ايكولاي، وبتطلع من جواها توكسين اسمه شيجا توكسين. توكسين غريب يروح الكيدني يدمج كل الاندوثيليا زي الانفكتيف اندوكاردايتس كده. عارفين الانفكتيف اندوكاردايتس؟ كان الاندوثيليا بتقشر. لا ما شاء الله، هنا هتاكل خيار مصري هيجي لك سيفيل دايريا رهيبه. دايريا جاي لك ايكولاي بقى من بطن المصريين. فيجي لك فيري فيري سيفير دايريا وفيفر، عدت على خير وعلقت محاليل، فجاه وانت في المستشفى يجي لك سيفير ثرومبوزس في الكيدني. ما انا عايز افهم بس جالي ثرومبوزس ليه؟ الشيجا توكسين قشر كل الاندوثيليوم اللي هنا، فكل الجلوميرولاي بقت ثرومبان. كل الجلوميرولاي بقت ثرومبان. And the result is renal failure. يا ريت كده بس. الثرومباي دي كلها ار بي سيز هتهيمولايز هنا، هيحصل هيموليسيز هنا. ولاقي هيموجلوبينوريا ابشع انواع الهيموجلوبينوريا، لان الهيموليسيز جوه الكيدني. So it is hemolytic anemia and thrombosis at the same time. يعني رينال ايه؟ يعني رينال فيلير. وفي نفس الوقت ايه؟ هيموجلوبينوريا. So it is acute hemolysis بس معاها رينال فيلير. وبالسلامة 55 قتيل بسبب بطن المصريين. تمام. دي مكتوبة عندكم تحت اتش يو اس. معلش حد يفسر يعني ايه اتش يو اس؟ يومي هيموليتك اهي 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 يوريميك اهي سندروم هيموليتك. اصحوا مع بعض صحيح، واحدة سرحانة والتانية عمالة تتكلم، اعمل ايه؟ لازم اقعد ادبدب واخبط عشان الناس تبطل سرحانة. لسه بدري على السرحانة. اوف نو فاليو هيموليتك يوريميك سندروم. طبعا ما تزعلوش على مستقبلكم دلوقتي، خلاص هو راح هنزعل. ايوه ايوه سؤال. لا ده بيحصل لنا. تعالى بوريش في الدور الرابع في وحده النفرولوجي واتفرجي على الاطفال اللي بتروح هيموليتيك يوريميك سندروم. مش لازم الخيار يعني، انا بضرب لكم اشهر قصه حصلت. انا على فكره الخيار ده ممكن يتشال من الصوره. يعني هي فيرولانت ايكولان نصيبها كده بتطلع شيجا توكسين، بيقشر مين؟ اسمع، ويعمل هنا ثروم. الثرومباي يعني رينال، والثرومباي يعني هيموليسيس وهيموجلوبينوريا. شكرا. بس يلا سناب عشان ما تنسوش. تفضل دايما فاكر الخيار المصري بتعرف انجازات بلدك. عدى ايه؟ لا مش عدى عمل التوكسين ده حصل له ازاي؟ لا هو الايكولاي لو افرزت اي توكسين هيمشي عادي في الشيء في البلاد ستريم عادي. ده عادي خالص، بس هي اصلا رير ان التوكسين ان الايكولاي تكون بتطلع شيجا توكسين. يعني التوكسين ده سخيف جدا جدا، بيطلع من الهاي ريفيرمنت ايكولاي اللي بتعمل فيري سيفير دايريا، مش في بطننا الحمد لله، مش في بطننا. It is acute event وهيعدي على خير، يعني هصفر 3 4 ايام وتعدي. في السلاسين يا عين اصفر طول عمره. الاثنين اندايركت، يس الاثنين ار بي سي بتتكسر وبتطلع اندايركت ان كونجوجيت بالروم، اللي هو هيمشي ويروح الليفر يكونجوجيت. طب بعد ما يكونجوجيت هيروح فين يا بنتي؟ هينزل في الاسطول، عمره ما هيظهر على جلد. هينزل فين؟ في الاسطول. اللي بيظهر على الجلد الاندايركت اللي لسه ما راحش الليفر. وهو فات سولبل بيدوب في الاسكليرا والسبتيبينيوس. It's an indirect. What is very characteristic in malaria؟ ان شاء الله اللي يجيله ملاريا، لما يجيله ملاريا هيلاقي فجأة ان هو اوريدي اهم حاجة عنده ان انا سافرت نيجيريا. كلنا فاكرين الاثنين لعيبة المصريين بتوع الباسكت اللي راحوا نيجيريا ما رجعوش. صح؟ ماتوا هناك. ماتوا ايه؟ في فالسيبارا جالهم ملاريا. ده من ست سنين كنتوا لسه كنتوا سنة. طيب so traveling to endemic area لا 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 اسافر المكان ده ويجي لي سخونيه ليها فيري كاركترستيك باترن. ما اعرفش انتوا فاكرين التفاصيل دي مش عليكم، بس هي ليها باترن. يعني كل نوع ملاريا ليه باترن، الفالسيبارا ليه شكل ومش عارف ايه ليها شكل، مش قضيتنا. فيري كاركترستيك باترن اوف فيفر. في انفستيجيشن تحلف لك بلادي ملاريا. It's very simple just blood filter وهلاقي الملاريا اعلى جوه الار بي سي. سو الملاريا سيمبل جدا في التشخيص، مجرد ان انا هعمل فيلم الاقي الار بي سيز مليانه الستيجز بتاعت الملاريا. بلاد فيلم از دايجنوستيك.
في حاجات كتير تانية بتعمل acute hemolysis زي السبسس. يعني ايه السبسس هيعمل؟ طب ما طبيعي يا دكتور اي انسان عنده very very aggressive toxins في السيركيوليشن دي ممكن تموت الار بي سيز وتكسرها. البيكتشر اللي قدام حضرتك بتاع اي حد عنده توكسيميا اكتبها ازاي؟ يعني مش كده بتكتب فيفر وهيليك وانوريكسيا وماليز وفومتنج. توكسيك بيشنت يعني ايه توكسيك؟ بيبخ سم؟ لا، يعني فيفر وهيليك وانوريكسيا وماليز وفومتنج ولوس اوف ويت. اشطب على بيبيريك اوبشن. انا مش هشرح انه كلكم عارفين انه اي انسان عنده انفكشن بيحصل له ليكوسايتوزس والاي اس ار بتاعته بتعلى والسي ار بي بتاعته بتعلى، مش كده؟ مش احنا عارفين الحته دي ان اي انسان عنده انفكشن الحاجات دي بتعلى. خلاص اوكي قول يا بنت. في السبسس، السبسس معناها سيفير انفلاماتوري ريسبونس، فممكن تحصل حاجه اسمها ريليز اوف اوكسجين راديكال بيوند قدرات الخليه الطبيعيه تو فايت. يعني المعركة بتبقى اجريسيف انف ان انا بموت البكتيريا وبموت خلايا جسمي. واللي هتكتشفوه في السبسس ان وي دونت داي باي ذا بكتيريا اتسلف، وي داي وذ اور اميون ريسبونس. باي ذا واي ان ايدز، ان سيفير اوتو اميون ديزيز، ان سيفير انفكشن، وي داي وذ ذا اميون ريسبونس، وي دونت داي وذ ذا سيم اورجانيزم. فالاميون ريسبونس في السبسس بتبقى عنيفة جدا تكسر الار بي سيز. كلير؟ فاينالي حاجه مرض اسمه ويلسون، هو مش مهم قوي هنا بس عدي عليه بسرعه. انتوا خدتوه في الرمى وبيعمل حلقه لونها ذهبي اسمها كايزر فليشر رينج في الايه؟ الكورنيا، وده نتيجه الاكيوميليشن اوف كفر. هو بيتاكيوميليت في العين وبيتاكيوميليت على الار بي سي يكسرها فجاه كده اكيوت هيمولوس. هو الكلام اللي بقوله ده صعب؟ لا مش صعب، بس يا دكتور اذا اشخص المرض ده ازاي؟ يا عم الكبر ده من كتره بينزل في البول. حد عارف ايه الكبر متراكم جوه الجسم؟ لغايه ما نوصل هيباتولوجي، لان في بروتين مسؤول عن ترانسبورتنج والتخلص من الكبر اسمه فالسيريولو بلازمين ده قليل، فانا مش عارف اتخلص من الكبر. ايرني ايه؟ مش عارف اتخلص من الكبر ماله؟ اوكي هلاقي السيريولو بلازمين قليل وهلاقي ما اسموش سيركولو بلازمين اسمه سيريولو بلازمين. سيرم مكتوبة غلط، سيرم سيريول بلازمين، واليورينا ريكابر هيبقى عالي. معلش هي حتة سخيفة بس يعني الساعة بتاعتها لا اكتب ريتن بلاستيك انيميا بس. تيجي ايه تاني؟ تيجي ام سي كيو، عمرها ما تيجي كلينيكال في الحالات. واضح اني مش مهتم بيها قوي كسؤال مهم في الامتحان، لكن هي تيجي ريتن احتمال ضعيف، ام سي كيو تيجي واورال، لكن ماهيش قويه في حاجه منهم. طبعا الشاطر بيذاكر دلوقتي كل حاجه. انت بلاستيك انيميا معناها ايه؟ من البول مارو في ابليزيا، خايفه جدا ابليزيا يعني نو ديفيجن ان ذا بريكيرسر انسايد ذا بول مارو. وكلكم شاطرين عارفين ان اذا كان عندي ابليزيا ان ذا بريكيرسرز مش هيبقى عندي برودكشن لمين ومين ومين؟ لا ار بي سيز ولا وايت بي سيز ولا بليتلز. سو ابليزيا ان ذا بريكيرسرز هذا يترتب عنها نقص في الار بي سيز. وكلكم شاطرين عارفين يعني ايه نقص ار بي سيز بقى؟ بالور جوندس نو برودكشن مش بتطلع تتكسر، مفيش برودكشن، فيجي لي بس الانيميا لكن مش هيموليتك. ونقص البليتلتس بيعمل حاجه اسمها ايه؟ بيربرا. ونقص الوايت بيسيز بيسهل جدا الانفكشن. احنا بس الاول عايزين نعرف ايه اللي يخلي فجاه انسان حد مننا كده فجاه نسمع ده زميلنا فلان جاله ابلاستيك انيميا. ات فيرست اوف اول التسميه غلط. التسميه غلط. تسميها ابلاستيك انيميا، امال نفسكم تسموها ايه؟ اكتبوا فيها كده الاسم الاصح بلاستيك بان سايتوبين عشان تبقوا فاهمين. It is not anemia. It is pan cytopenia. سليم؟ ايه الاسباب؟ مولود جنك.
مولود عندي جينات البون مارو ويل نوت كونتينيو، يعني البون مارو مش هيقدر يكمل شغل كتير. البون مارو ده ليه عمر، عمره افتراضي هنا 3 4 سنين نتيجة خلل في جينات الانسان. على فكره البون مارو الجينات بتاعته لها علاقه قريبه قوي بالجينات اللي على السكين، بتترجم لسكين وبتترجم لتيك وبتترجم لبون، فهيبان عليه من صوره حالات غريبه جدا. ديسكراتوسيس كونجينيتا احد الامراض دي، اللي بشوف الولد ضوافره متاكله وشعره غريب وجلده خشن وبعدين بعد كده واسنانه غريبه جدا وبعدين بعد 10 سنين 15 سنه الاقي البون مارو ستوب، نو برودكشن فور ار بي سيز وايت بي سيز اند بليتس. ليه المرض اتسمى ديسكراتوسيس؟ لان اول حاجه بتبان عليا اني عندي مشاكل في جلدي وضوافري، يعني اتروفيك نيلز وديستروفي في السكين، يعني السكين از اب نورمال والضوافر اب نورمال، فسموا هنا المرض علي. لكن انا عارف وانتم عارفين انه بعد كده هيجي له ابليزيا في البون مارو. اكتشفوا، ودي حاجه مش عليك بس لازم اقولها لك، ان المشكله في جين مسؤول عن الكليبسات بتاعت الكروموسوم. ايه اللي بتقول ده؟ يعني ايه كليبس؟ الطبر، الغطا. كل كروموسوم عباره عن بكره خيط، وبكره الخيط لو مسكتها وانت رفعها وعملتها كده باظت. فربنا حاطط للكروموسوم طبه يمين وطبه شمال، غطا وغطا يقفلها. حد عارف اسمه؟ منزيس. هو ده الغطا، النقطه البيضاء دي غطا فعلا قافل الكروموسوم، اسمه تيلومير. لو التيلومير اب نورمال الكروموسوم يتكسر، يعني الجين اللي بينتج التيلومير ممكن يبوظ الخلايا كلها، بالذات الرابيدلي بروليفريتنج سيلز. انهي خلايا في جسمنا رابيدلي بروليفريتنج؟ فكر بتاعها بيفك ويربط كتير، البون مارو. يا جماعه البون مارو بتجدد بسرعه ولا لا؟ بيتكسر بسرعه. لازم هيلسي كومبليت كروموسوم، فعشان الكروموسومات بتتكسر بسرعه فالعيال دي جلدها بيبان عليه مشاكل عشان الجلد محتاج تجديد، عظمها اللي بيكبر بيبان عليه مشاكل، اند ليتر اون بيبان عندهم مشاكل في البون مارو، بيقول انا تعبت. بتقول له تعبت ليه؟ يقول لك يا عم انا كروموسوماتي مش سليمه، ده واحد مكسور والتاني مفكوك والتاني ملوش غطا، انا مش عارف بروليفريت، انتوا طالبين مني رابت بروليفريشن وانا مش عارف اعمل رابت بروليفريشن. فيقف البون مارو خالص والانسان ده يموت. سو ديسكراتوزيس كونجينيتا، كل اللي عايزك تعرفه ان بيبقى فيها اتروفي في النيت وبيبقى فيها رفنس في السكين وبون مارو فيلير من 10 ل 20 سنه. دي تفاصيل كده زياده كده عشان تتفشخر بيها على دكتورك، لكن مش عليك. اتروفي في النيت ورف سكين وبالكتير ما بين 10 و 20 سنه بون مارو فيلير. النوع الثاني اسمه فانكوني، وهو ده بصراحه اشهر نوع بنشوفه في الاطفال، ده رقم واحد بقى وراثي. الفانكوني ده بيبقى عامل كده، مكتوب عندك تحت في اخر الصفحه عنوان فانكوني شكل جسمه ايه. مش احنا اتفقنا الجينات دي بتاثر على الجسم من بره؟ حد يقول لي شورت ولا طول ولا تول؟ الولد ده عنده 6 سنين لابس بامبرز ليه ان شاء الله 6 سنين؟ اهو عشان المينتاليتي بتاعته ده امبير، ما يعرفش يتحكم في اليورين والاسبول كويس. يعني مينتالي امبير. الملحوظ ان عينه صغيره ولا كبيره؟ هنا العين واضحه جدا، صغيره ولا كبيره؟ اللي بيلبس عدسات تكبر عينيه يبقى اكيد حجم عينه صغير. الناس اللي هايبر مترو، ارجع للرمض، واحد ميوب زيي تبقى حجم عينه اكبر ولا اصغر من نور؟ اكبر من نور. طب والهايبر متروب؟ كلهم هايبر متروب، كلهم عندهم مايكرو سالمي، كلهم هايبر متروب، كلهم يلبسوا نظاره زي دي بتاعت القرايه التخينه دي، كلهم شورت ستيتشر منتال امبيرمنت، كلهم جلدهم مبقع هايبر بيجمنتيشن. اغرب حاجه بتبان على عظمهم غير الابنورمال تيث انك بتلاقي عندهم يا ابسنت ثامب يا اتروفيك ثامب. مشاكل الجينات اللي بتاثر على السكين بون بون مارو، فتلاقي عندهم ابسنت ثامب واحيانا احيانا ابسنت ريديوس كلها، مفيش ريديوس الا بس عليها 4 صوابع، لان طبعا انتوا عارفين ان الريديوس هي اللي بتاعت الثامب، ريديوس والثامب حاجه واحده يعني، فممكن ابسنت ثامب وابسنت ثامب اند ريديوس. وبالتالي عندي سكيليتال مانيفستيشن كتيره جدا جدا بتعرفني الطفل ده فانكوني من صغره، ان هو لسه نازل من بطن امه وايده عامله كده، اعرف ان هو فانكوني.
and the question هو ايه اللي جاله؟ ما اعرفش انتوا تعرفوا يعني ايه ان ايلاي جيز؟ بيعمل ايه ده؟ بيلحم الدي ان ايه لما اتكسر. طب لو الانزيم ده نقص، لو الانزيم ده نقص تلاقي الكروموزوم كلها مكسره كده. دكتور هو اي انزيم بينقص، ده مرض دوميننت ولا ريسيسيف؟ فاهميني؟ مكتوب عندك في التيست كروموزوم ريسيسيف يكتب ديفيشنسي اوف لايجيز. ده اول سطر. الله يا سلام على الفهم كده. يبقى اول سطر عندك مكتوب، الناس مش عارفه يعني صفحه، ايوه كروموزوم ريسيسيف ديفيشنسي اوف لايجيز. والانزيمات احنا متفقين اي مرض انزيماتيك ديفيشنسي از اوتوزومال ريسيسيف. السطر الثاني بيقول لك ان البون مارو فيلير عند 3 سنين. بدري قوي ده. بدري بالنسبه لمين؟ للديسكراتوزس. لكن هنا بون مارو فيلير 3 4 5 سنين تلاقي البون مارو توقف. وهو انا هستنى لغايه 5 سنين عشان اعرف ان الواد ده هيموت؟ لا، انا بعرف سنس ايه؟ ان هو عنده شورت ستيتشر مايكرو كيفالي منتال ريتارديشن مايكرو فسالميا رينال انوماليز ابسنت سامب ابسنت راديوس. للاسف مش كل الحالات كده. يعني انا فاكر شفت طفل كومبليتلي نورمال، جسمه كومبليتلي نورمال، وفجاه عند 5 سنين مات من ابلاستيك انيميا. يعني مش كل الحالات عندها سكيليتال مانيفستيشن، بعضهم كومبليتلي نورمال سكيل. سو مكتوب عندك سكيليتال مانيفستيشن في 50% بس. مايكروكيفالي شورت ستيتشر ابسنت سامب ابسنت راديوس منتال ريتارديشن سكين بيجمنتيشن رينال انومالي ماكرو سامب، بس مش شرط. وايه حتى مش شرط؟ جالي طفل من سوريا، انتوا عارفين طبعا السوريين بقوا عايشين كتير هنا. عاش في سوريا 3 سنين وعاش في مصر كمان 3 سنين ولف على الدكاتره، والله 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 6 سنين بيلف على الدكاتره وشايفين انه عنده ابنورمال هاند وابنورمال ثامب وابنورمال رينيوس ومايكروكيفالي ومش ماشي في المدرسه ومش متشخص الحاله خالص. هو عنده الحاجات دي خلاص يا ست الكل. يا ستي ده فانكوني، ده هيحتاج نقل دم قريب، ده هيحتاج نقل سبايح قريب بليتلتس يعني. دكتور ايه اللي بتقوله ده؟ هو انا ناقصه؟ مش كفايه الواد مش ماشي في المدرسه؟ يا ستي ده محتاج دكتور هيماتولوجي. وبعدين جات لي بعد كده والولد بينزف من مناخيري. تفتكروا ناقص في ايه؟ بس جت العياده الحقني يا دكتور، اتحجز في المستشفى عشان بينزف منها. يبقى اول سببين اسباب وراثيه، مين يقولهم لي اسمائهم ايه؟ الفانكوني هو الموست كومن والثاني اسمه ديس كيراتوزس كونجينيتا. ممكن حد فيكم انتوا يجي له ابلاستيك انيميا؟ بكل بساطه اي حد فيكم راديشن ايه؟ يروح يقف في محطه يعني لا مش طب مش جايب همه والراجل في محطه البنزين بيكسب كويس. راح قرر يشتغل في محطة البنزين. هيقف هناك اسبوعين ثلاثة، رابع اسبوع يلاقي نفسه بيموت. ايه اللي حصل له؟ طلع كمان نحس. لما راح يشتغل في محطة البنزين عنده ايديوسينكرزي من البنزين. فالبنزين دخل على البون مارو وقف. في حاجات كتير جدا ممكن تدمج البون مارو. بنزين، كيموثيرابي، راديشن، انفكشن، حاجات كتير توقف البون مارو. لكن هحكي لكم بعد الريست ان شاء الله قصة زميلي اللي جاله ابلاستيك انيميا. لما اخد مياه اخد ريست 10 دقايق ريست عندنا حصه هنكمل حصه طويله بقول هنكمل بعد الريست. حضراتكم عندنا ريست لغايه الساعه 9. الساعه كام دلوقتي؟ 9 الا تلت. عندنا تلت ساعه ريست، مفيش احلى من كده.